يمكن ده اول لقاء ما بيننا وما بين بعض يا دكتور ادهم. والحقيقه انا مبسوطه جدا بفكره التخسيس اونلاين، ودايما بشجع اي حاجه اونلاين، يعني اي حاجه على الانترنت دلوقتي بقت سهله وبسيطه بالزبط. ومريحه وفيها كده مرونه، حاجه طبعا. ناخد وندي كده يعني كل حاجه بالزبط. طيب انا از ا بيشنت، انا دلوقتي عايزه اتواصل مع الفريق الطبي لتوب لايف، تمام، هعمل ايه الستبس اللي انا هعملها علشان اوصل ليكم؟ تمام. بصي، هو في الاول هي الفكره اللي احنا اشتغلنا اونلاين، او احنا ليه عملنا فكره ان احنا نعمل التخسيس اونلاين. هو كل حاجه دلوقتي في الدنيا بقت اونلاين، احنا بنشتري اي حاجه دلوقتي اونلاين، بنشتري لبس اونلاين، بنشتري موبايلاتنا اونلاين، بنعمل كل حاجه في حياتنا اونلاين. صحيح. بس الناس ممكن تكون مستغربه شويه فكره هو ازاي التخسيس اونلاين، يعني انا مش هنزل ومش هروح سنتر ومش هقعد اوزن في نفسي ومش هاخد نظام غذائي واللست زي اللي انت كنت بتقولي ومش هعمل كل ده، هخس وانا في البيت؟ اه طبعا. طب ما احنا قدرنا نعمل كل حاجه اونلاين، بس هي الفكره في ايه؟ الفكره احنا بنعمل ده اونلاين بحرفيه بدقه. ازاي؟ ان حضرتك نفس اللي بيحصل معاكي في السنتر لما بتجيلي او لما بتروحي اي مكان، هو ده اللي انا بعمله معاكي في التليفون. نفس الاسئله اللي بنسالها لك وانت عندي في السنتر هي نفس الاسئله اللي بتتسال لك في التليفون. احنا عندنا فريق طبي 20 مكون من 24 خبير تغذيه، وكلهم مدربين ومحترفين تماما، بيقدروا يساعدوكي زي ما قلت عشان نقدر نوفر ان احنا ننزل ونروح وزحمه وحر واولاد ومدارس وشغل. في ناس كتير جدا ما بتعرفش تعمل ده وبتمشي نص الطريق وما بتكملش عشان مش لسه هروح متابعه كل اسبوع للدكتور. فالنهارده شركه توب لايف قدرت من خلال خبراء التغذيه اللي موجودين مجانا تقدم لك الاستشارات وانت قاعده في البيت. بتتصلي، كل اللي عليك تتصلي بالارقام اللي موجوده على الشاشه، والله انا عندي كذا 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 كذا، هتتسالي نفس الاسئله اللي بتتسالي لما تروحي اي مكان وانت قاعده في البيت، وتقدري تخسي. فاحنا ليه ننزل وليه نروح وليه نيجي؟ وكمان بنقدر نحقق من خلال ده نتائج رهيبه جدا. يعني احنا في خلال السنوات اللي فاتت احنا بنقدر نحقق نتائج كبيره جدا من خلال الاونلاين، لان احنا مش الفكره برضه ان هو بيكلمني فانا لا خلاص، لا احنا بنفضل متابعين معاك، بنفضل ماشيين معاك زي ما بيحصل معاك بالظبط لما بتنزل تروح العياده. بس وفرت لك كل حاجه، وفرت لك فلوس، وفرت لك مجهود، وفرت لك تعب نفسي، وانك في ناس كتير ما بتحبش تنزل التخان بالذات، لا مش هنزل مش هروح، لا انا ببقى مكسوفه وانا ماشيه في الشارع، بيبقى الباور بتاعهم قليل قوي بالظبط. ففعلا القدره على ان هم يروحوا وييجوا مش عارفه ايه بالظبط دي بتبقى صعبه. كمان ظروف دلوقتي يا دكتور الحياه بقت سريعه، بقينا عايزين كل حاجه سريعه، مش عايزين احنا نروح لسه صح ايوه لسه هنزل واجي لك كل اسبوع السنتر عشان اوزن واعمل، احنا نقدر نعمل كل ده واحنا في البيت. طيب حلو قوي. دلوقتي بقى انا اعتبرني انا واحده هتواصل مع توب لايف، تمام، انا دلوقتي كلمتك في التليفون، تمام، ايه الاسئله اللي بتتسال لكم وانتوا يعني الردود او بتعملوها ازاي؟ يعني انا عايزه اخس، هو ده طلبي، تمام، بنمشي مع بعض ازاي؟ اول حاجه احنا لازم نعرفها عنك، هنعرف الوزن، اقول لك عايزين نعرف وزنك قد ايه، الطول، الحاله الصحيه، ما انا لازم اعرف حالتك الصحيه، عندك اي امراض، عندك اي حاجه، عشان نقدر نشخص لك الكورس اللي يناسب حالتك. تمام. طب بسال عن الشهيه، هل عندك الشهيه مفتوحه ولا لا الشهيه مش مفتوحه؟ طب هل معدل الحرق عندك عالي؟ في بيشنت ممكن يقول لي طب انا هعرف منين؟ يعني هعرف منين يعني ايه معدل الحرق؟ مش كل الناس بتبقى فاهمه الكلام ده. صح. بسالك انت لو رحت عمل، اكيد انت لو تخين او وزنك زايد حاولت تعمل دايت قبل كده، طب هل وانت في الدايت ده كنت بتخس بسهوله؟ ولا ما كنتش بتخس بسهوله؟ ولا ما انا بطلت اكل، قفلت بقي بس برضه ما نزلتش، معنى كده ان انا عندي الميتابوليزم قليل، معدل حرق قليل. من عده الاسئله اللي احنا بنسالها لهم دي بنقدر نشخص الحاله، زي ما انا بعمل عندي في السنتر واي سنتر انت بتروح بيحصل فيه كده. فانا وفرت لك كل ده من خلال التليفون، من خلال الاسئله اللي انا بسالها لك دي، اقدر اشخص حالتك، او الفريق الطبي اللي معانا بيقدر يشخص الحاله، وكمان بيقدر يتابعك باستشارات مجانيه. سوري. وده اللي بيقدمه شركه توب لايف، اللي هي بتقدم لنا الاستشارات المجانيه دي كل اسبوع ببلاش من خلال الارقام اللي موجوده. طيب يعني دلوقتي الارقام الموجوده على الشاشه دي بالزبط. الناس يقدروا ان هم يتواصلوا مع توب لايف، يكلموكوا بالتليفون، تبدا هنا رحله العلاج او رحله التخسيس اونلاين. بالظبط، تبدا الرحله بقى من هنا. صح بالظبط، من اول المكالمه. طب سؤال، تفضل. انا دلوقتي لو انا كلمت حضرتك، تمام، هبقى مثلا ايه متابعه مع دكتور ادهم، تمام تمام؟ تمام. هبقى بقى مستنيه دكتور ادهم يكلمني تاني او اعرف الاستشاره تاني، انتوا بتقولوها ازاي؟ ولا بتسلم لدكتور تاني هو يبقى عارف الحاله؟ كل حد بيتصل بينا بيبقى ليه فايل عندنا في الشركه مع الدكتور اللي بيتكلم معاه. بالظبط بالظبط. هو احنا ابتدينا شخصنا الحاله، وصفت لك الكورس اللي يناسبك، الكورس ده ابتدى وصل لك، ما كل حاجه اونلاين، الكورس ده وصل لك، اللي بيحصل بترجع تتصل بيا تاني، والله انا استلمت الكورس. بنبتدي بقى هنا بتبتدى الرحله بتاعتنا بقى. احنا الفكره بالنسبه لنا احنا ما عندناش حاجه اسمها بيشنت، هم كلنا اصحاب، احنا بيبقى في فريندشيب بيننا وفي اي بيشنت بيجي لنا. ليه؟ لان العامل النفسي مهم جدا يا شيرين، ان في ناس كتير جدا بتبقى عايزه تخس
بس مستنيه البوش، مستنيه حد يقول لها يلا صح. انا معاكي، انا في ظهرك، اقدر اساعدك. وبالذات لما يبقى حد مختص بيبقى الموضوع اسهل بكتير من ان هو يفضل رايح جاي رايح جاي محتار مش عارف يعمل ايه. لا احنا بنساعدك، احنا وراك، معاك كل اسبوع، معاك كل يوم. يعني في حالات هما بيكلمونا كل يوم حتى بعد ما بيخسوا، احنا عايزين نخش نعمل مداخله، احنا عايزين والله نيجي نقعد، احنا عايزين نشتغل معاك وعايزين نساعد الناس. لان احنا مش هدفنا ان احنا نبيع في كورسات ونعمل الكلام ده كله، والموضوع مش بيزنس قد ما هو دي رساله بتقدمها شركه توب لايف للناس. بس طيب دلوقتي لما بيوصل للوزن اللي هو عايزه بيبقى في مرحله اسمها مرحله تثبيت الوزن. بالزبط. مرحله تثبيت الوزن دي برضو ليها رحله تانية. بالزبط. بتعمل ايه؟ بتديله مثلا كورس ان هو يكمل بقيه حياته بالكورس ده، ولا انا اقول لك يعني سؤال مهم فترة. الناس بتفكر تقول لك طب انا بعد ما اخس انا ممكن ازيد تاني. لا انا عايز اثبت على كده. ايوه، هو دي من ضمن مميزات الكورسات اللي بتقدمها شركه توب لايف، هي كلها كورسات اعشاب طبيعيه، كلها مكونه من حاجه زي الجارسينا كامبوجيا، عصب الهاسك، الجرين تي، الشاي الاخضر، القهوه الخضراء، كل الكلام ده. طب الحاجات دي بتعمل ايه؟ هو كده كده دي كلها اعشاب الياف تنزل في المعده، بتفرش في المعده، بتملى 80% من المعده، بتبقى 20%. فبتبتدي انت بدل ما كنت بتاكلي الوجبه كامله طبق الرز الكامل بقيتي بتاكلي نصه او ربعه، بدل ما كنت بتاكلي نص الفرخه او ربع الفرخه بتاكلي حته اصغر. معدتك اتعودت، هي معدتي صغرت. بالظبط، هي كده كده اوريدي معدتك صغرت. احنا مش عايزين نلجا للعمليات بسبب الخطوره اللي بتسببها والكلام ده كله، ولا نلجا لحاجه كيميكال ولا الكلام ده كله. دي كلها حاجات طبيعيه بتنفش في معدتي، بقيت انا اتعودت خلاص. انا اتعودت ان انا باكل معلقتين الرز دول. وغير كده وكده بعد ما بنوصل للوزن اللي احنا عايزينه شركه توب لايف بتقدم لنا كورسات تثبيت كمان، فاحنا نقدر نثبت الوزن ده زي ما احنا، هنفضل كده على طول.